جمهورية اللوز اللوز، دخلنا اليوم على حساب احد المتابعين شباب عنده سكنات مش فاتحهم، صار له اكثر من 16 اتفرج معي اتفرج عن جد شباب، شي ما يعني ما اعرف عليه اتفرج، شوفوا لي البكجات شباب، شوفوا لي البكجات القديمه يعني شباب اكثر من سنتين ما له فتح اي شيء حبيبي والله. اوكي شوفوا لنا البكجات هون المعلم، اليوم يا شباب رح نحرق جد جد المعلم ونفتحهم مع بعضنا حبايبنا ونشوف الاوضاع وباللوز اللوز اللوز سو ليديز اند جنتلمان حبايبنا الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. رجعت لكم اليوم مقطع جديد يا اساطير مثل ما انتم شايفين. اليوم شباب اليوم رح ندخل حساب احد المتابعين شباب ونبلش هذا الوضع. ريلاكس، فهمتوا المحتوى؟ باللوز عنوان لا ليش هيك؟ خلص خلي الوضع ريلاكس، خلي الوضع انا ليش هيك ادخل بالحيطان يعني دائما دائما ادخل هيك بالحجم، خلي الوضع ريلاكس. اليوم يا شباب رح ندخل حساب المتابع اوكي ونشوف شو في. خلص يا اخي كاميرا بعيد، كاميرا بعيد يا اخي، خلص خلينا ندخل سو حبايبنا، خلينا ندخل بشكل سريع شباب مثل ما تعمل هيك استعراض سريع للحساب الجميل هذا. طبعا شباب الحساب مثل ما انتم شايفين ليفل 67 اسمه شباب امين وباللوز هون وهون معلم تمام التمام. اوكي ندخل نشوف شباب الحساب تبعه شباب بشكل سريع نستعرض لكم اياه هيك بشكل سريع شباب هيك تمام. طبعا الحساب شباب ما بتذكر من اي فاير باس بس، ولكن شباب يعني كل يعني شايفوا ركزوا معي هون ركزوا معي، ما في سمان ما له فتح السكنات شباب بادجات عنده، فهمتوا علي كيف؟ يعني اغلب البادجات شباب هذول تاركهم يعني شايفين معي كيف شباب الشيء يعني الواو ما نشوفه مع بعض الشباب هنيك على اليمين. اوكي مثل ما انتم شايفين حبايبنا اشي باللوز اللوز يا جميل. اوكي ناو شباب ليك شباب ما راح اطول عليكم كثير تمام. خلينا ندخل بالموضوع معلم ونفتح نشوف هالباجات اللي عنده ونشوف مع بعضنا شباب. اوكي ندخل على البندل اول سكين شباب سكين البنت راح نفتحهم كلياتهم شباب تمام. مش يعني حبيبي بس ولكن طب طبعا شباب مثل ما انتم شايفين هون يا شباب اوكي اوكي شايفين معي كيف تمام تمام. لايك يا اساطير خلي وضع ريلاكس، جيب لك كاسه قهوه وانزل لتحت وحط اللايك، واذا مشترك اشترك لانه اذا مش مشترك اذا بتشترك. اوكي يلا ندخل شباب ونبلش نفتح الباجات شباب ونشوف الباجات معلم، نفتح هيك على السريع معلم، نفتح هيك على السريع. افت هيدا تبع السكين اللي بعده يا شباب. او ماي جاد شباب فرق هذا يمكن فاير باس كان ولا شلون حبيبي والله. يا سلام يا سلام تفرجوا شباب تفرجوا تفرجوا نفتح جد جد شباب. سكنات تبع السكنات المجانيه ومجانيه واشياء وفاير باس واقنعه يا اخي. هذا تبع الفاير باس بتذكر هذا شباب مره عملت عليه مقطع، وهذا كان شو كان هذا؟ هذا تبعته كان تبع دايموند الله اعلم شو كان هذا كمان شو كمان هذا والله ما اتذكر شباب الصراحه يعني حبيبي والله. تفرج ايه تمانو يا سلام عليك قولي لك هذا يا زلمه هذا من احد السكنات الون بانش مان شباب والله هذا السكنات كثير يعجبوني شباب الصراحه. هون عندنا كمان هالسكين طبعا شباب اكتبوا لنا بالتعليقات شباب هذا الحساب يعني شوفوا 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 نفتح جد جد المعلم ايه تمانو هي كان عنده اياه هذا شو صراحه شباب يعني في سكنات يعني ما بتذكرهم الصراحه يعني من قد ما القديمات قول له هذا هذا كان القديم هذا هذا شو كان؟ هذا كان فاير باس ولا شو؟ هذا كان فاير باس هذا كمان كان فاير باس يعني شباب كان جيب الفاير باس ما يفتحوا معلم كله تاركهم شباب. وصراحه شباب انا قول لي هذا عنده اياه تنتين معلم هذا عنده اياه تنتين يلا حبيبي والله افتح نجيب له بطاقات حمر يعني شيء تمام تمام. اوكي نفتح هذا كمان يا سلام يا سلام يا سلام هذول كله فاير باسات شباب شيء باللوز. تعرف هذا السكين شباب الرحمه شوي ما كان عندي اياه هذا بالحساب عندي نسيت اخذه حبيبي والله. والله هذا شو هالفحص يا اخي والله شباب صراحه يعني شباب يعني بدنا نفتحها بسرعه شباب عشان ما نطول كثير عليكم شباب. مثل ما انتم شايفين شباب سكنات قد قول هذا تبع الارنب البرنوبي هي الله 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 طبعا شباب فرج فاير باس هذا تبع الفاير باس اتذكره ويلي 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 تفرجوا شباب هذا قديم كثير شباب قول لي حبيبي والله. هذا كمان كان واحد من القصيات يا لطيف يا لطيف هذا كمان شباب هذا نزل بالماجيك كيو بس الظاهر حبيبي والله تفرج قول لي قول لي الساموراي شباب سكين المفضل يا سلام عليك هذا كمان تبع الاحداث نزلت من هذا يمكن نزل من ست شهور هذا السكين شباب حبيبي والله. هذا كمان تبع الحاضنه هذا كان ايه سكين حاضنه وهذا شو كان شباب والله ما اتذكر شباب هذا يمكن كان فاير باس قول لي سكينات البروفيسور معلم يا سلام عليك يا سلام وهذا شو كان؟ والله ما بعرف هذا شو، شو هالسكين شباب؟ هي انا حدا سكين يلا صدقوني شباب ما اتذكر هذا كان دايموند هذا يمكن كان هذا سكين تبع التوكن تبع نجمع التوكن ما تقول قول لي عنده حزمة معلم لك عنده حزمة كاملة شباب مو فاتحها يلا حبيبي والله قول لي هذا سكين جديد شباب هذا سكين جديد معلم نعم هذا سكين بدا لحد انا شباب ما جبته بحسابي يلا روح
عرفت قول لي انت عندك اثنين منه هذول هذا كان دايما دا. جاب اثنين منه ولا شو الفينوم اوكي هذا آه جاب ثلاثة منه يا الله جايب ثلاثة منه شباب هذا مع الجولد هذا تبع الحاضرة القديمة جاب نفس الشيء قول لي عنده حزبة محمد قول لي مو فاتحة كمان يا اخي والله جاب انا ما بستعمل الصراحة شباب يعني انا اول ما اشوف شيء بقش او شيء ما بقدر اجرب لازم نفتح ونجرب على السريع او ماي جاد هذا هذه الملكة ويلي ويلي هذا معلم هذا معروف هذا معلم هذا معروف معلم هذا معروف حبيبي والله هذا شباب من احد السكنات اللي باللوس اقسم بالله هذول يعجبوني كثير هذا شو قولي هذا قديم شباب ويلي ويلي وهذا كمان هذا شو هذا عنده اثنين حبيبي والله هاي تبعت الحاضنه سواء شباب مثل ما انتم شايفين شباب ده جايب اكثر يعني دائما جايب واحد من دائما يجيب السكنات الحاضنه بس ولكن يعني يعني ما يفتح فهمتوا على شوفوا ما يتركه معلم يا اخي انا ما... لك هذا يا زلمه اقسم بالله هذا هذا مثل يا لطيف يا لطيف هذول بعد نفس الحاضنات يا اخي انا اقسم بالله جابت ما قلت لكم ما بقدر انا شيء واحد يفتح بسرعه هذا شو هذول معلم بسرعه هذا كمان هذا قد ولي تفرج 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 عنده يا كان يا سلام هذا عنده هذا عنده عنده هذا عنده هذا كان موجود حزبه ماكسيم يا اخي هذا تشكت كبا اوكي كثير حلو وهي كمان حزب يا اخي ايام القناع مين ذكر شباب مين ذكر ايام القناع شباب ايش بل... ايش هو لا صدقوني شباب هذول ما بعرفهم هذول الاحزاب اه بعت الشخصيات اقسم بالله شباب من كده من قديمين يا اخي وواحد يعني نساهم يا اخي قول لي شو هذول معلم الله اعلم شو هذول ماني فاهم شو هذول نفتح هذول السلام قول لي شو هالسكين معلم هذا تبع السكين تبع فري فاير ماكس حبيبي والله هذا معروف معلم اقسم بالله شباب اصبعتي وجعتني شباب كده مع بكبس الكوبرا البيسبول الكابتن هذاك كابتن حبيبي والله يا سلام اوكي خلينا نكمل شباب حبيبي ونكمل عليه عامل نفسك ميت هذا نفتح انا هذا كمان نعرفه شباب ويلي 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 يا اخي تبعت قول لي تفرجوا شباب على الحزمات اللي عنده بس عم خلصوا شباب والله الصراحه شباب ما بعرف شو دخلكم شباب اكتبوا لكم بالتعليقات شباب على هلا السكنات الموجوده معلم يا لطيف والله يعني معلم معلم هذا يعني توقعوا شباب كم صار له يعني بربكم يعني توقعوا شباب اقل شيء اكثر من سنتين شباب لانه ايام سكنات الون بانش مان وهذول كلهم معلم حبيبي والله افتح 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 هذول افتح هذول يا معلم قول كمل 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 قول لا اوكي ارجع لورا ارجع لورا شوفوا شباب لا ما لازم افتح هذول معلم راحت علي لينك يا اخي كنت حبيت افتح الاخير مشان افرجيكم مشان كله كاتب نيو يو يفرجيكم يعني قول لي هذا التقم التقوم يا معلم حبيبي والله تفرجوا تفرجوا حبايبي تفرجوا هذا سكيلات التايكواندو والكونغ فو قولي 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 لسه ما خلصنا شباب لسه ما خلصنا شباب تفرجوا شباب تفرجوا شباب كل شيء نيو معلم طالع عندهم كل شيء نيو كل شيء نيو معلم طبعا هذول راحوا لانه فتحناهم اوكي شايفين معي كيف كل شيء نيو معلم وال 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 هذول تبع البنات وال 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 تفرجوا 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 وان باتش مان هذا عندي يا سلام يا اخي عن جد اشي باللوس ثواني ثواني شباب تمام شباب شفت انا كنت محضر يعني شفت المعلم شايف في كم معلم لا هذا الحساب لازم نظبط له اكثر واكثر شباب تمام رح نهديه شباب هديه حلوه اوكي رح نحط له فيه اكواد ليتس جو بس قبل ما نطول ليش ندخل على الاكواد معلم طول بالكم شباب لا خلينا ندخل على الاكواد شباب اوكي شباب هيك بنكون حطينا الاكواد شباب حطينا الاكواد خلينا ندخل نشوف من رسته اللعبه مشان نحصل عليهم من البريد يلا خلينا نشوف شباب الاكواد اللي وصلونا شباب لو حطينا له يمنا نشوف حبيبنا ما بعد هات نشوف افتح افتح يا جميل التمانو هات لشوف وينه وينه الجميل وينه 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 الجميل وينه وينه اوكي هذا دول لعب يسر عليهم طولوا بالكم شوي يا هذا حاطط اخذ الباجات معلم كلياته قول لي طولي بالك اطلع من هون اوكي شباب لحد الان ما وصلنا اوكي ما اعتمد هم شويه بغلبه ما يوصلوا اوكي شباب الحلوين طبعا شباب حطيت له الدكتور سكين الدكتور والكنز الكريسماس والمنجر اوكي يا ساتير سو حبايبنا خلينا ندخل شباب نكمل تفتيح شباب لانه معلم لسه ورانا كثير شغل يا ساتير اوكي نفتح شو هذا حبيبي والله اوكي اوكي شباب هون يا شباب صراحه ما بعرف شو بدي اقول لكم هون معلم هون عنده باجات بيت الفاير با شباب اوكي ان شاء الله يطلع لنا شيء بكيوب ماجيك يلا بسم الله بيضة قول لي يطلع له هاي حلو ما في كيوب ماجيك ما في كيوب ماجيك للاسف الشديد ان شاء الله يطلع له كيوب ماجيك قول لي قول لي يطلع له هاي معلم كفو باللوز حلو ان شاء الله يطلع لنا شيء كيوب ماجيك معلم يطلع لنا كيوب يا سلام عليك حبيبي والله طلع له هاي كمان باللوز نفتحهم نفتحهم نفتح كل شيء معلم حلو هذا شو يطلع شيء كيوب ماجيك معلم ما طلعنا طلع له هاي حلو باللوز
شو هون كمان معلم؟ هات نشوف شو رأيك كيوب ماجيك؟ لا مو كيوب ماجيك يا أخي صراحة شباب ما أعرف شو بدخلكم. قولي مو كيوب ماجيك هدول تبعت الفاير. قولي طلعت له رقصة شباب، طلعت رقصة. شدي شاب ما عنده هالرقصة، كفو والله كفو باللوس. هات نكمل. يا السلام عليك، يا السلام والله شباب إشي باللوس. نرجع لهون نفتح. حلو 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 حلو، روح قولي السلام. ما يمشي الحال هون، نجي لهون تطلعنا معلم. قولي دوت تبعت الفاير باس. شو هاي؟ وارير بوكس اوبن. شو هذا؟ اوكي تراب باتش. اوكي دوت قولي دوت تبعت القديم. شو هذا؟ إليت. شو هاي؟ من 20 فاير باس. شوف باتش بعيد الفاير باس يا معلم. تعرفوا شو شباب؟ نفتح جد جد كلياتهم معلم فل مره. يلا افتح. روح 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 ولا شيء. اوكي الام بي 40 معلم. طلعوا شيء دايم؟ ما في دايم معلم، ما في دايم. اي كي دراجون ما في. اوه هذا عنده اياك. نفتح هون نشوف. ول اطلعوا شو طلعت له شوت جان شباب؟ اقسم بالله شوت جان ناري دايم شباب باللوس. حط الصوري والله كيفو. هذا شوفوا لي جبنا له شوت جان دايم، جاب شوت جان ناري دايم حبيبي والله. يا سلام عليك. تمام التمام معلم. اوكي نفتح هذا كمان. ايش هذا؟ آه تبدلوا بالتوكن. اوكي نفتح هذا كمان. شو هذا السلاح؟ ما في والله حاجه. والله نفرح لو يطلع شيء دايم شباب. شو يطلع لنا شيء دايم؟ ما في شيء دايم معلم، ما في شيء دايم والله. بس المهم شيء شباب جبنا له، يعني جبنا له شو اسمه. اوكي ما في شيء هون والله. يمكن يطلع شيء دايم هون والله، مالي خبر والله ما بعرف. عم بفتح بسرعه شباب، ما اعرف شباب. اكتبوا لنا بالتعليقات شباب اذا شفتوا شيء دايم طلع ولا مالي خبر. اليو ام بي مو يو ام بي يا زلمه، يو ام بي شو يا زلمه؟ شو الاسلحه؟ لك الاوج الاوج ولا شو هذا؟ نقاره ده؟ نقاره ده؟ قول لي يا سلام. ثواني نفتح هذا ما في شيء. نفتح هذا الام 60 صراحه شباب، يعني من كثر ما مستعجل معلم. لا تقوله لا لا الاسكيس معلم دايم. يا بوي شو هذا معلم؟ بوي داي دارك لوت والله. افتح معلم ما بعرف شو، بس افتح. روح افتح معلم. افتح افتح ما بعرف شو، بس افتح معلم. اوكي اني واي شو هذا؟ ايش هذا؟ هذا شو هذا معلم؟ اقسم بالله ما فاهم، ما فاهم من هاي شيء، ما بعرف. عطونا اشياء غريبه عجيبه. انكيباتور شو هذا؟ بطاقات؟ لا بطاقات والله ذا ما بعرف من وين جاي من هذه البطاقات شباب، اقسم بالله والله ما اقول لي موي. يا سلام جبنا له الس... ويل ويل السكن ورقصه هذا المحرك شو بسموه هذا معلم حبيبي والله. تبعت التطويرات شيء باللوز. يا سلام عليك حبيبي والله. يا سلام يا سلام يا سلام والله يا شباب اشي باللوس صراحة عن جد. ووو قرر رقصة جديدة مع اللعب، رقصة هذا البطريق وقر ما في هون معلم. هاي جايب هذا تبعت الشخصية. تعال هون فالكو طلع شي شغلة معلم، ما طلع شي. هذا اوتيرو ما في معلم، عند الرقصة كانت. الكابيلا ما في ما في. اوكي هذا الفاماس هذا معلم ما في. اللانشر هذا معلم قولي. اوه ايش شي دايم هون معلم باللوس كفو. هاي معلم حبيبي والله شباب مطولين شباب والله. تفتح بقشات حبيبي والله يا اخي. شوف كم بدي اجمع فيهم هذول معلم. قولي كم بان وير معلم قولي. اوه سكين هون معلم يا اخي بالغلط شباب، يعني والله مشان. يا سلام عليك ام 60 اقسم بالله شباب، يعني صراحه اصبعتي وجعتني يا اخي. شو يا معلم تفرج واللي هذوك المربعات معلم. اوكي فماس كي عنده هذا ام بي 40 قول لي هذا شو هذا؟ صناديق تراب ما فكرت في شيء رخصه او شيء فوكس. يا سلام عليك قول لي السكين طلع لك هذا الشخص البطريق لك الشخصيه لك المرافق كفو. اوه كمان معلم مرافق ثاني لك يكون سكين كان ولا شو والله ما بتذكر شباب. اني ويو هذا شوف افتح ترى شباب، يعني كذا دائما في اشياء شباب واحد ينسى اذا كان يا ترى سكين او شيء. يو ام بي ما في. اوكي تعبت والله يا شباب، تعبت اقسم بالله يا حبايبي. يا لطيف
وال يا لطيف شباب، شيء مو طبيعي والله حبيب والله. اوكي افتح يا سمسم، افتح يا سمسم. صراحة شباب تحفزوا اقسم بالله الشباب، يعني تفرجوا معي. قول 36 وحدة معلم، 60 هذا ب 60 باللوز معلم هذا. اه شوف شو عندي اقسم بالله شباب تعبت. شو هذا يا اخي يخرب بيت انت، لا تخلي يطلع الام 4. الام 4 طلعت له الام 4 شباب دايم. او ماي جاد شباب يا اخي يا لطيف شو عملت فجأة. يا الله يا ربي شباب جبت له الام 4 وجبت له اشياء. او يا لطيف شو هيدا معلم، شو هيدا يا جميل حبيبي والله. افتح ويلي 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 اخي والله شباب ما بعرف كم سكن جبنا له دايم شباب اقسم بالله، كم سكن جبنا له دايم معلم. شوت جان وين فور يعني شباب، الام فور يعني السكنين يعني من السكنين الاصل يعني البلوز. ويلي ويلي كم صنع معلم هذا مجمع. اول لول 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 لا طلع له هاي معلم باللوس حلو الجولد. اه صرنا وقت الجولد معلم والله صار وقت الجولد. قول لي سكار هذا شوف هذا عنده اياه، عنده الام 4 هذا عنده سكار هذا عنده ام بي 40 الارنب هذا. قول لي ويل شباب شوفوا لي هاي الدايلي سوبريز لود معلم. او ماي جاد 642 يوم شو هذا كله على يدخل. يعني شباب يعني شباب تفرجوا معي تفرجوا شباب، قلت لكم اكثر من ثاني يعني اكثر شباب 642 يوم يا شباب. يعني تصوروا شباب كل يوم بيجي بيدخل هذا الصندوق بفتحه. وا يا لطيف افتح والله معلم. يا لطيف شباب شيء مو طبيعي يا اخي، شيء مو طبيعي شباب. وال 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 اقسم بالله شباب 44 يا اخي كل يوم شهر ديلي بيت كل يوم معلم. يعني طلعوا تقريبا 600 فوق يعني شباب مبين مبين اكثر يعني سنتين معلم. ومع هذا يعني انه يعني شباب المرات بيفتح بالغلط او ما بيفتح بالغلط فهمتوا علي؟ يعني مبين معلم مبين شباب. يا لطيف يا اخي والله معلم اشي اسطوري يا اخي، اشي اسطوري والله شباب. يعني لازم كنسل هيك الديلي لود شباب، تبعت الديلي قبل ما تجيب الاغنيه مرة تلعب طلع حين واحد بينسى وما بينسى فهمتوا علي كيف حبيبي والله. افتح هاي يا لطيف اقسم بالله شباب شيء غريب عجيب. يعني شباب يعني والله سكنات موجودة اشياء موجودة. قول لي هات اشوف شو ما خلصنا شباب اقسم بالله ما خلصت يا اخي. تعبنا يا اخي تعبنا يا اخي. هات اشوف الام بي 40 اقوى تفتح يا اخي. والله شباب العادي اخر مره فتحت بجد بحسابي جت طلع هذا تمام اكثر من عندي معلم. هذا شو وطلع له السكين يا زلمه، طلع له السكين شباب ما شفت. يا الله طلع له السكين شباب شفته على اليمين ما ضيعنا. قول لي تشكيتات ما تشكيتات السلام انجل. قول لي الروبو هذا يا لطيف شباب فرجوا ده تبعت الكلاخان زي ما عرفت معلم. هذا سبعة أيام طلع له تيكواندو معلم هذا عنده إياه كم شوي فتحنا ما خلصنا والله شيء. عمل شو آه لا 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 شو هيك حبيبي والله. يمكن نفتح هون الطقم هذا عنده إياه معلم، شو فتحنا إياه بشوي وهذا كمان يمكن فتحنا بشوي. لا والله هذا ما عنده إياه. هذا البنت هاي يا لطيف يا لطيف يا لطيف لسه هذول ما خلصوا. شو هذا معلم سيلفر لوت العمل لسه فيوني كمان. او ماي جاد فرجوا فرجوا شباب فرج 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 هذول الاشياء القديمه. ويلي 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 معلم فرج 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 يا لطيف والله شباب فرجوا يا اخي. في اشكال اول مره بشوفهم يا اخي اقسم بالله شباب. في صديق اول مره بشوفهم يا اخي، في سكنه اول مره بشوفهم يا اخي. هذا 200 وال 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 يا لطيف شباب يعني شيء مو طبيعي شباب. يعني يعني مهما بتروح مع اللي بتطلع لك بجات، مهما بتروح بتطلع لك معلم. عنده بيت له شخصيات هلا بيقدر معلم يطور كل شخصياته يمكن معك زي ما بطور معلم يطور يقدر يطوره يمكن حبيبي والله. يا لطيف اقسم بالله شباب. اوكي نكمل نكمل شباب لسه ما خلصنا والله يا شباب نكمل.
صراحة معلم عنده فهم شيء. اوكي خلينا نخلص شباب. اي كمان يا شباب. ويلي ويلي ويلي. تعبت. قول لي. جبنا له سكار معلم دايم باللوز. يا سلام يا اخي والله شباب البطايق والله. كذاب. دايما طلعت هون بي 4 دي كمان ما بعرف شو ولا بي 4 دي شباب. اقسم بالله. قول لي اذا تبيت لك كازا دي بابيل. شو في اونيون؟ ما في شيء. يا لطيف يا لطيف شباب عن جد واو عن جد واو شباب. اوكي شباب مثل ما انتم شايفين فوق شباب شحنا له 2100 جوله شباب حبايبنا الكرام. خلينا ندخل لهون نجي لهون نجي لهون شباب نجي لهون ناخذ هدول الاشياء كمان معلم. اوكي يا اساطير طبعا يا شباب يعني الصراحه ما بعرف شو بداخلكم. قول لي التلج باللوز معلم. هي جبنا له التلج. خلينا ندخل على الاسلحه معلم. شو عنده اسلحه؟ اوكي او رقصات يا سلاطيف معلم تفرج يا اخي والله شلون راح نفرجيكم الرقصات شباب يعني باللوز معلم باللوز. اوكي ناو طبعا شباب شو راح نعمل الان؟ راح ندخل على متجر التخفيضات شباب. اوكي بما انه مو شاحن الفاير باس شباب راح ندخل نشحن له الفاير باس تمام يا اساطير. اوكي الصراحه شباب انا تعبت تمام تعبت بس نجيب له الفاير باس هذا شباب تمام حبايبي. فعلنا له اياه لازم يكون فعال هذا. نشوف تفعل باللوز حلو. بعدين ندخل لهون شباب عنده لازم يكون عنده هالبجات شباب ناخذ له هالبجات معلم اللي هن موجودين هون. اوكي يا اساطير ونخليه بعد هو يعمل اللي بده اياه. قول لي هيك بيكون بنقدر نجيب له نكمل فتح البجات معلم. اوكي 200 و اوكي خلص خلص بكفي معلم. نجي لهون شباب نفتح كل الاشياء نفتحهم كورد مره معلم حبيبي والله كل الاشياء الموجوده هون نفتح جد جدا. قول لي قنابل ما قنابل واشياء وخلاص معلم معلم خلص اوبن اوبن اوبن, أوبن. نعمل كله اوبن معلم نفتح كله اوبن معلم كله اوبن كله اوبن كله اوبن. اوكي لازم يكون في رقصه لكم هذا الفاير باك لازم في رقصه كمان اي في رقصه هاي كمان حلو باللوز باللوز معلم وخلص خلص باللوز هيك طبعا تمام 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 يا اساطير. اوكي عنده 2500 جوال شباب عنده الميمبر شباب المتجر التخفيضات قول اللي عنده تخفيض 85 شباب ويلي ويلي هيك شباب راح نخليه معلم بين حاله يعمل اللي بده اياه. اوكي يا اساطير الصراحه تعبت حبايبي سو ياب سو حبايبنا يقدر يعمل اللي بده اياه شباب يقدر يشتري الاشياء المهمه وباللوز رومات وما رومات المهم شباب وين خليه يعمل بعدين يقدر يجيب هالسكنين على رواق شباب على رواق يقدر يجيبون هذول هالسكنين. اوكي يا ساتير سو حبايبنا الله يسعدكم يا رب. ان شاء الله عجبكم مقطع اليوم شباب ان شاء الله تعجبكم هالسلسله حبايبي. عن جد كان عنده كثير باكجات يا اخي اقسم بالله شباب كيف عنده الصبر شباب انه يخليهم وما يفتحهم شباب ما بعرف يا لطيف. اوكي حبايبي شو عجبكم مقطع اليوم شباب تحبوا تكمل بس السلسله يا اساطير لا تنسونا بزر اللايك حبايبنا باللوز وياك شباب نقول للشباب الف مبروك الجواهر كمان ثانك يو ويعمل بده اياه وفي الوقت شباب السكنات اللي شحنا له اياها عن طريق الاكواد يا اساطير سو حبايبنا الكرام شو عجبكم المقطع استاذكم المقطع شباب لا تنسونا باللايكات واكتبوا لنا بالتعليقات رايكم اشوفكم على خير سلام عليكم سلامات.